السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهد مستشفى وهران حادث أقرب إلى الخيال حين عاد أحد الشبان إلى الحياة بعد أن دونه أطباء مصلحة الاستعجالات الطبية في خانة الموت، وتم تغطيته وتحضيره لنقله إلى مصلحة حفظ الجثث ليعود من جديد نبضها وتحركاتها ويفتح عينيها. تابع الفيديو للأخير، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. عرف مستشفى وهران حالة طوارئ وصدمة كبيرتين لدى أهل وأصدقاء أحد الشباب بعد أن تم الإعلان عن وفاتها، ودخل الجميع في حالة حزن كبيرة، وتم تغطية الضحية معلنين أنه توفي مع الإبقاء عليه داخل غرفة الفحص لأكثر من ساعتين. وقد شاع خبر وفاة الشاب بسرعة البرق بين أصدقائه ومحبيه، وتم نصب خيمة عزاء بحي دار الحياة بالمدينة الجديدة، وأعلنت التعازي عبر الفضاء الأزرق، في حين ظل أقاربه وأصدقائه يرتادون الغرفة من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على الراحل، وما هي إلا دقائق قليلة حتى خرج أحد الشباب مذهولا وهو يصرخ بأعلى صوته: زهير حي، زهير يحرك يديها، زهير فتح عينيها. وهنا بالذات اختلط الحابل بالنابل وأعلنت حالة طوارئ في المصلحة، أين عاد الميت حقا للحياة، وعمت الأفراح بعد سماع الخبر. ولكن عاد الشاب وتوفي من جديد بعد يوم واحد فقط، مخلفا صدمة كبيرة في الولاية. إنا لله وإنا إليه راجعون.